قليل نظرا طبعا لوصول السيد الرئيس ولقاء المباشر في أنغولا مع الرئيس الأنغولي. نتابع. نتابع الآن مشاهدينا الكرام الحوار، وهناك أيضا لقاء مشترك ما بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأنغولي من العاصمة لواندا. الأحاديث بالطبع سنستمع إليها ما بين السيد الرئيس من خلال اللقاء المشترك ما بين الزعيمين الكبيرين في العاصمة لواندا، وبالطبع هذا من اللقاءات المهمة جدا التي نستمع إليها. توقيع بروتوكولات تفاهم بين جمهورية مصر العربية وأنغولا، وخاصة بين وزارتي الموارد المائية والطاقة، رئيس جمهورية مصر العربية الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الأنغولي سيشهدان مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في، وكذلك هناك بروتوكولات في مجال التبادل المعلومات والتعاون الأمني. تمام. وتبادل وزير الخارجية المصري مع نظيره الأنغولي التحية والبروتوكولات التفاهم. الاحتفاء بتوقيع بروتوكولات التفاهم. Gracias.
ديولارو ودياري. Então, para a malta, ou vão continuar? Não, acho que vão continuar, ou vão fechar. Sanuassel. Já estão a assinar os acordos, né? Sanuassel al fa'aliyat. وتوقيع بروتوكولات التفاهم. أنغولا ومصر يعززان التعاون في مجال الموارد المائية والطاقة النظيفة والكهرباء. الموارد المائية والطاقة النظيفة.